الحمد لله رب العالمين. انتصار صعب، الحمد لله اخواني اللعيبه ما قصروا. احب اشكرهم واحب ابارك للشعب الاتحادي والامه الاتحاديه وهار لك نادي التعاون. زي ما قلت لك المباراه كانت صعبه، يعني الكل شايف انه للامانه الجو متعب على الفريقين مو على فريق واحد. الحمد لله، يعني اهم شيء انه الصداره ما زالت اتحاديه الحمد لله. ماركه تسجيل الاهداف المميزه، والله زي ما قلت لك هذا كله توفيق من الله ودعاء الوالدين ومساندة اصحابي والجماهير لفهد المولد الحمد لله. فهد، دخلت مع شوط المباراه الثانيه استطعت ان تقلب كل الموازين، دخولك في شوط المباراة الثاني نفس الأسلوب اللي انتهجه المدرب مارفك مع المنتخب السعودي، دخول إلى الأجواء متأخرة، إيش يقول عنه فهد؟ والله بالعكس، يعني مو فهد المولد لحاله، يعني الأمانة أخواني اللاعبين الشوط الأول كان شوية ما في تركيز، يمكن الشوط الثاني ركزوا هم بنفسهم يعني صنعوا الفارق الحمد لله. أعتقد مو فهد المولد لحاله اللي قاعد يلعب، 11 لاعب في الملعب، 11 رجال في الملعب، قدم مباراة كويسة الحمد لله. يعني أحب أشكرهم وأبارك لهم الحمد لله. بالتأكيد أكيد لازم أسألك عن هدفك أمام المنتخب الإماراتي، كل وسائل الإعلام تحدثت عن هذا الهدف، البعض رشح أن يكون هذا الهدف هو ينال جائزة بوشكاش لأفضل هدف على مستوى العالم. فهد المولد إيش حاب يقول؟ الصحف حتى المعلق الياباني سمعت فهده؟ والله بالعكس، يعني برضو الهدف جاء توفيق من الله، وطبعا انت شوف الاسيست يعني من سلمان الفرج، الاسيست كان ممتاز الحمد لله، يعني توفيق من الله زي ما يقولوا. اهم شيء كان عندنا الانتصار والحمد لله، يعني زي ما قلت لك احنا اهم شيء عندنا الانتصار والحمد لله. ايش قال لك الامير عبد الله بمساعد الناس بتعرف؟ والله احب اشكر الامانه انسان واقف معانا يعني رجال كانه واحد مننا وفينا الحمد لله، وان شاء الله ابارك له وان شاء الله ابارك له في صعودنا لكاس العالم. ما قلت ايش قال لك؟ لا بالعكس، قال لي يعني ما قصرت الحمد لله، انت واخوانك اللاعبين كنتوا رجال في الملعب والحمد لله.